طريقة عمل الكاستر. عندنا التشيس هذا، التشيس الواحد نحطه بالجدرية، نحط وياه قلاص مي وقلاص حليب. وأنا حطيت تشيسين، نحط قلاصين مي قلاصين حليب وملعقتين سكر. حطيت واحدة وهاي ثاني واحدة، بعدين نبدأ نعلي، خلي يكون 7-8 درجة، مو مشكلة، يعني يكون درجة حرارة مو كلش عالية، يعني زينة. هسه نبدأ بالخليط، وهكذا نبدأ بالخلط الكاستر إلى حين يصير يكون جاهز وما يصير توقف، بس توقف بيخرب كله. وتجيب المواعون، 1-2-3، انت بكيفك، فيك تحطها باثنين كبار، اثنين كيفك انت. وفي جوز الهند، اذا تريد تحط جوز الهند شوية طعم يصير اطيب، وبعد ما يخلص تقدر تحط مرة ثانية. هسه بعد شوية راح يخلص، صار شوية قوي، من يدخن طفي. صار شوية قوي وهكذا، منشوف انه جاهز تطفي النار وتصب المواعين. بعد انت تاكل حار او بارد مو مشكلة عادي. وهاي خلصنا، طلع شوية معون كبير، 2-3-4 وهذا 5، وعندي واحد الاخبار حطيته 6 مواعين. بعدين لما اذا تريد تحط الجوز الهند مو مشكلة تحط هيج، طعمه بيصير اطيب ويا الجوز الهند. اوه اطيب، وهاي هاي كاستر عراقي. خلصنا، هسه خلصنا، راح نحطه شوية برا على المود يبرد، مو كلش يبرد، يعني حسب كل واحد شلون يريده، يريد ياكله حار بارد، والبارد أطيب. يلا السلام عليكم، شكرا.